يوميات ستار اكاديمي بحلقه جديده. مساء الخير. الليله وبعد ساعات منودع طالب جديد واثنين من بين حنان محمد عباس وشانتال بيرجعوا للاكاديميه. القرار بايدكم مشاهدينا، فخلوا نجمكم يلمع. وقبل القرار الحاسم خلونا نتعرف اكثر على الاذاعي رافائيل جبور وبرنامجه الحواري مع ضيوفه من طلاب الاكاديميه. شانتال تفضل على المسرح. شو بتوجهي تحية؟ شو لمين بتقولي تحية؟ إذا بدك تقولي تحية للي على الطاولة، مين بتحبه من قلبك وتقولي له بحبك؟ مزبوط. بيسو يا أحلى خي بالدنيا، بيسو أحلى خي بالدنيا. تسلمي لي قلبك، أحلى خي بالدنيا. شو بتقولي لخيك علي؟ أكثر شاب جنتلمان شفته بحياتي. مروان تفضل. مروان شو بدي أقول لك يا مروان؟ في كثير كلمات عبر فيهم بس مروان بدي لك جملة واحدة بس، قد ما حكيت عنك شتي مجروحة فيك. اليوم معنا النجم وستار محمد عباس، ملك الأغنية العربية وتحديدا ملك الأغنية المصرية. شو بتحب؟ دي منظر معجب. لحظة، شو بتحب تقول لأصحابك اللي كانوا معك بالأكاديمي؟ طبعا بعد ما سمعت الأخت شانتال وهي بتتكلم عن أصحابها، فأنا بقول لك أنت أخطر بنت منافقة موجودة في الأكاديمي. وبالنسبة لحنان هي أكتر بنت دلوعة في الأكاديمي. مرسي. وبالنسبة لإيهاب وأكتر زلمة بالعالم، أكتر شاب أحول في الأكاديمي. أنا تفضل. وبالنسبة لأسيم أنا مرافقة. طيب يا عباس، أكتر شخص لطيف في الأكاديمي. وحنون، انا كنت احضركم وعمرك ما قصرت العابك ولا عمرك شلتنا بالتخت كده وقلبتنا، ولا عمرك خليت سعد هو والحيطه بوستر. نبدا بدينا ونبدا بدينا، ودينا اكتر شخص بيضحكني في الاكاديمي، الزقفه لدينا. بالنسبه لرافائيل اللي كان معك بالاكاديمي بيضحكك كان ولا لا؟ هو بيضحكني، بس اكثر واحده بتضحكني هي دينا. طب حرجع عيد السؤال، اوكي؟ رافائيل اللي كان معك بالاكاديمي بيضحكك ولا لا؟ عيد السؤال مره ثانيه، لو جاوب السؤال غلط عيد السؤال مره ثانيه واخيره، شكله ما سمع السؤال. خليك حبوب. خليك حبوب لنضل نحبك. هو دينا كانت حلوه بتضحكني. رافائيل بيضحكك ولا لا؟ بيضحكني رافائيل. بس دينا اكثر واحد. ايهاب، طب ليك منظره، طلع فيها ايهاب. ايهاب اطيب الاولاد معنا في الاكاديمي. شانتال، شانتال قلبها طيب. محمد سعد شو بتقول له؟ ولاعه الاكاديمي. ولاعه؟ شو بتقول؟ استنى يا بام، انت يابا يعني ايه ولعت الاكاديمي؟ ومعنا مداخله من محمد. اسمعك جيدا. انا في الريبورتاج تابعي ما فيش ولا مداخله وحكسرت. اسمعك اخي رافائيل. بدي اقول لنسيم، انا كان عندي خي مفتع الاكاديمي صاروا خيانه، وبعتبره اقرب صديق لقلب الاكاديمي. بدي اقول لايهاب، انا موهبه عم بتنمي حالها، عم تتطور مع الوقت. بالنسبة لي شخصيا انا كثير انسان بيعني لي بالحياة، كثير انا بتأثر. حنان هي دلوعة الأكاديمية، هي اكثر حدا دلوع شافه حياتي، هو اكثر انسانة دلعها حلو، مش ثقيل على الاشخاص. حلو ولا مالي؟ حلو و حلو و انا بالنسبة لي مش حلوة، دلوعة يعني. انا بالنسبة لي كيوت. عن مين عم تحكي؟ عن حنان. علي بدي اقول لعلي انتبه. كل انسان في يكون علي، اي علي بالعالم، بس ما في يكون ملك. معنا الاخ ايهاب. ايهاب الامير، مش حيا الا امير. من بعدك يا ملك في عنا ايهاب امير. من بعدك يا ملك عنا ايهاب الامير.
إيهاب الأمير من بعدك يا ملك. إيه هلا. إيه مظبوط. إيه هلا. ما بس اتفضل. شو بتحب تقول لرافائيل اللي كان معك بالأكاديمية وهو مش موجود معنا اليوم؟ والله العظيم ما عرفوش ده مين ده. ما أوكي. شو بتقول لخيك نسيم؟ نسيم المجنون الطيب الكبير. كبير. كبير في عيوننا. دينا. دينا. مين دي؟ بحبها قوي أختي العزيزة. العجوزة. العجوزة. أختي الحبيبة. وصلنا للتريو. محمد سعد. محمد عباس شو بتقول له؟ محمد عباس. محمد عباس. محمد سعد. عباس. محمد فنان. فنان كبير معروف. معروف. وبحبه قوي. هايدي. ملكة الأكاديمية. لكن شو برأيك أنت بتستنتج إنه ملكة الأكاديمية لازم تكون قاعدة مع ملك الأكاديمية ولا مش بالضرورة؟ خلينا جنب بعض حتى أعرف بنتين. بتعود مع الأمير مش تفضل. ملك بالجمال. ملك بالجمال. ملك بالأخلاق. ملك بتطلق. ملك وغير كل الملوك. من بعد إيهاب الأمير في عنا الملك علي. من بعد الملك علي عنا إيهاب الأمير. تفضل الملك علي. شو بتحب تقول للملكة هايدي؟ أجمل. أجمل نساء الدنيا. أجمل بنت في الأكاديمية. بتشوف حالك مع الملكة هايدي؟ طبعا 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 طبعا. اي احد مع هايدي بشوف حاله. اي احد مع هايدي. نيالك يا علي. نيالك يا علي. نيالك يا علي. مساء الخير حنان. مساء النور. ليه تبقى لزوق؟ حدا بياخذ معك كوبايه على الاستوديو؟ حطيها هون. تفضل حنان. مثل ما حسينا انه في نوع من العداوه والحساسيه بينه وبين الاخ عباس يلي انت بتعرفي شو في بقلبه وشو المخبل بقلبه. شو برايك انت بتشوفي برايك انه هالحقد وهالتخبيل بقلبه لعباس سببها شانتال او سببها انت او سببها هايدي او سببها دينا؟ انا بحس صراحه التخبيل اللي بقلبه عباس مش بسبب الاكاديمي ابدا. هي برات الاكاديمي. شكلك بتعرفي تفاصيل. بدنا نعرف. والله ما بعرف. شكلك بتعرفي تفاصيل. بدنا نعرف شو في. والله ما بعرف شيء. انا عمول اللي انا حاسه فيه بس مش أكتر. إحساسك يا زلمة ما أقولش بحسه. رافائيل أكتر شخص بحياتي أنا عرفته هالقد 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 بيحب شخص من قلبه. بس مين قالك إنه بحبك؟ إحساسي. شانتال جعجع من لبنان يلي بينك وبينه كان يمكن في شوية زعل أو حزن. شانتال شركتي في الأكاديمية. وشاركتي في كل حاجة يا حبيبي. ما دخلتش في اللي مالكش فيه. طيب. ده مبدئيا استنى. وفراشة الأكاديمي وأمر الأكاديمي وحلاوة. أنت شو من جايتني كنت عم تقولين لي لشو ما كانت فراشة ودلوعة وقمر. تفضل. عباس أقرب صديق ليا. صديق. بحب أحكي له كل حاجة. كل حاجة عن نفسي. بعد يا ماما. بس خلاص. علول أحلى ضحكة في الأكاديمي. حبيبي. وبحب صوتك جدا 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 جدا. وبيحلل شخصيات حلوه قوي يا جماعه. احلى اخت في الدنيا دي كلها. شو بدي لها بعيد ميلادها؟ ملكة الاكاديمي. بعيد ميلادها شو بدي لها؟ ملكة الاكاديمي. بعيد ميلادها شو بدي لها؟ برنسيس الاكاديمي. احلى صوت في الاكاديمي. احلى صوت بالاكاديمي. اقول لها كل سنه طيبه يا احلى هايدي في الدنيا. وان شاء الله السنه الجايه يا اختي اشوفك كده نجمه كبيره يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله. طب خلاص خلاص. السنه الجايه اشوفك مع عريسك. يا اختي يا رب. القمر ده يا اختي يا رب. ماشي ان شاء الله. السنه اللي بعديها بقى اشوفك مع البيبي بتاعك واسمي دينا عليا الطلاق لو ما سميتيها دينا لا هبهدلك. انت حره. بريك صغير وبنرجع من بعده لنتابع اخبارنا. خليكم معنا. منتابع حلقة الليلة من يوميات الطلاب. مزين الشاعر فيكتور كيروز وفريقه زاروا الأكاديمية وقاموا بجلسة ريلوكينج جديدة للطلاب رجعت لهم الحيوية والنشاط. هذا عم تبكوا تحطونه ميني؟ انتوا ايش بتقوموا عليه تحطونه ميني؟ يا حبيبي انت شو هاي عايزة ايه؟ عايزة ايه مني؟ هاي صباح. ليه زعلانين هيك؟ فيكتور
برضو؟ للأسف برضو؟ لو دي آخر مرة شفني هلا طويل العمر صحيح فيكتور يلا خليني اجي فيكتور ما بدنا نغير النفسية؟ ايه بليز بدنا نغير؟ بدنا نغير؟ بس ما مقصر كتير بدنا نعمل كاريه طويل لهون لا مش هالقد بلا ما بدنا نبين إن طلع معي بدنا نضلنا مثل ما نحنا؟ لا ما بدنا نغير؟ نغير ما بدنا نعمل لوك كتير قوي غير شكل؟ ايه طب طب يلا خلص يلا فوت اعملي شامبوان شامبوان يلا برافو شانتال فيكتور يعني انا بحب الكاريه اللي لهون مش لهون لا لا لهون لهون فيكتور بيتا ايه. اوكي طلع معي عم يطلع بلا موديل بس فهموني ليش بدنا نعمل لها كاريه انت تسمعيني ولا ايه انا سامعك يا برنس اوكي يا برنس اوكي مسبسلين بلا طعمه بلا فون بلا هاي بعضهم احنا عملهم عصويات بعضهم بقصة غير شكل معلوم بموت من قدام اكيد مش عصويات اعمل ايه من قدام اطول شوي صغيره مشت يعني مشت هلا شوف تعجي حي العرب Let me tell you about my girlfriend Mona Lisa She let somebody take a picture So she could be a fashionista She said she wanna be a model Why she wanna be a model for? She told me that she wanna travel Walk the rumors in Milano But I tell her that I love her Adored her I need her My Lisa She told me trust her I want her I wanna trust her And I don't know why it hurts me, hurts me, hurts me I get jealous when she working, working, working All the fellas, they be looking, looking, looking They looking at my Lisa, Lisa, Lisa عملتي اسود او احمر او بني او اخضر او ما شو ما عملتي راضي فيكي كل يوم على المرايه بتشوفي حالك نفس الشيء نفس الشيء بتحسي بالروتين بتزهقي من شكلك يا ستي شعري حلو كده She wanna be a model and travel and walk in the room with my life She says I'm jealous I know I'm jealous because I want her for me and not the others and it hurts شو علي شو يا شانتي قومي لا قومي يلا امي عايزين نشوف غير شكل شانتي وريني وريني يا بنتي شامبو شامبو خليني اشوفها انا بالاول والله العظيم بتخلي لنا قلب بنات تريجولي قولي دينا دينا قولي لها تريجولي تريجولي كلمي لا بتقول لك نعيمة نشكريها ما بدنا ننسى ميرسي كثير سمايا عن جد ميرسي كثير شانتال نعيمة يا انت اشتغلت اشتغلت عندها برضه من هنا هيك من الجامعة لا لا لون الجزمة كمان بس وعدني يلا خلص بوندر ديون فاكوبي يلا يلا مبروك عند مليك برومس طالعين برومس بيدا اوكي برومس طلع يلا خلاص معنا شفنا شانتال بعد الكفتة اللي عملتها بعد الكفتة انا في كثير حلا كده وعمل لحد حاجه بخير يلا باي اشوفكم الجمعه ان الله راضي باي بريك صغير وهنرجع لحلقتنا الليله مشاهدينا خليكم معنا منتابع يوميات الطلاب السبايا وعيوا بكير بحماس كتير كبير والسبب قرارهم انه يقوموا بمقالب بالشباب خلونا نتابع اذا رح تزبط معهم شو
هالنشاط على الصبح أكيد في من وراه شيء. لوين يا صبايا؟ عن جد مشغولين انت. انا خايفه. عملوا شيء؟ ولا اي حاجه خالص. حبيب قلبي. كان نفسهم يكتبوا على وشكم بس بالروج. طب رح ارجع انام بك الخف انا. نام يا حبيبي. ما تسأل حقك عليا. انا قاعد جنبك صاحي. شكلهم الصبايا ما رح يستسلموا. بس شو ما تكفي. وانقلب السحر على الساحر. بس الشباب أعلنوا حالة الطوارئ وكأنهم عارفين إنه الصبايا ما رح يقبلوا بالفشل. نكون عينا على الفاضية. يا تعالوا معي. يلا. يلا حنطلع عشان نلبس كمان. ايه الاحراج ده يا جماعة؟ تعالوا تعالوا معي. لا 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 ما فرقعت بره دي كانت مشكلة ده. يلا. يا
الصبايا يلي بغير عادته بتقل سعادته، ورجعوا الصبايا على سلاحهم المعتاد أدوات المطبخ. الوحيدة حتى يتواصلوا الطلاب مع أهلهم هي عبر الاتصال الهاتفي يلي بيعطيهم معنويات كتيرة، خاصة أنه التشجيع من الأهل بينطروا الطلاب من أسبوع لأسبوع. غلطت بحقك سامحيني، آخر مرة سامحيني حبيبي يا كنترول. رحلت كيف بصبر البعاد، بنسر هالورود البعاد، بنسر هالورود. الدقيقة حقتي بعطيها عباس. مالت لك القلة عطشان تعالى عطشان تعالى يا كنترول، مالت لك القلة عطشان تعالى عطشان تعالى وسلامة طريق، أنا ورا التليفون والنبي يا كنترول مستنية التليفون، وحياتي عندك خليني أتكلم. ألو. قولك آه يا مروان. صباح الخير. يعني شو بدنا أقول لك غير آه حبيبي. كيفك أنت؟ طيب هو ألف مبروك. العالم كله عم تصوت لك، بدك تكوني بهيدا البرايم غير شكل. إيه إن شاء الله خير. حضر الغنية وخلي صوتك قوي، خدي طلع صوتك من راسك. أوكي. أوكي العالم كله عم تصوت لك. تمام. دي الفن بتاعك الكل قالوا له تعيش خويا. تقوم بكري في وقتك لكن مرضنا برشا بالقمين مخر. ليه اليوم قلت بكري بكري؟ لا طوى عندك اليوم والبارح حتى هاو. ومدام ميري تمشي تبوسها من راسها خاطر هذيك في عوض ايانا طوى. عيش ولدي راهي متغشى عليك برشا، وعيش ولدي تمشي تبوسها من راسها كيما تبوسني انا. خاطر هي على مصلحتك وتحبك برشا. باهي. الو؟ حبيبة قلبي يا روحي. يا دودي كنت نايمة؟ يا عمري لا ما علينا سيبك مني خالص. وحشتيني. اسمعيني. مامتكم كويسين يعني؟ اه الحمد لله. طيب سلمي لي عليهم كلهم وان شاء الله. خليك بس من نفسك وما تزعلش عشان أي حاجة. لا أنا خير إن شاء الله. حاجة مش سهلة إن أنت تزعل، كل الناس عارفين هنا إن أنت أحلى طفل الأكاديمية. حبيبتي تسلمي لي. سكر الخطأ. مرسي كنترول. قبل البريك بذكركم تشاركوا بالمسابقه يلي بتخليكم تربحوا سفره كامله التكاليف لبيروت لحضور البرايم، والتفاصيل عبر www.cbc-eg.com. بريك ومنتابع. أخبار الطلاب ما بتخلص، فشو صار مع رافائيل بصف مدام ماري وليش ترك الصف؟ خلونا نشوف سوا. بونجور. بأي حال الجملة اليومية مدام؟ نعم؟ بأي حال؟ يعني إذا كنت أعطيتك لا سول دياز بتكون؟
بتكون 6 ديمينويه. صباح الخير. صباح الخير. زبطتوا جميلكم. والله ما سمعت والله الجرد. ما سمعنا مش سمعنا الجرد بس انا تاخرت لوعيد بيت. والشعرات قد ايه اخذوا وقت؟ ولا شيء. ولا شيء تفضلوا. شكرا. ما تروقتوا؟ لا مش هلا بس بدي. بلش مع شانتال تروحوا تتروق. تمسكها يلا تو دار مي بلاش تفتح ايه ما ناقصك شيء يلا شو انت ما تطلع لا لا شو بك شو بك تعبان شوف لي تعبان عنده هنا ميجرين من ورا سينوزيت شو بك تعبوا شوي قرب ابني شوي ايه في شوية حرارة طيب خلي يطلع لهونيك وبعدين حدا يطلع معه من الشباب ايه وشربوا ماي وهلا بنشوف كل شيء هلا بتجي الحكيمة مش مشكلة امشي في عقلك رفاييه شوي شوي واو شو بوز حبيبي عندك ميجرين بعرف صار لي يا زلمة انت معود عندك سينوزيت يعني؟ لا لا بس هون كثير موجوع وجهي كله عم بيعمل يا عمي شو بقول له يا رفايل البوس عليك كنزة بدوش لا بيظهروا من الحمام تورسنيو ليه؟ حطوا شيء عليكم مظبوط ضل واحد يحكي مثل الصغار اوف هون ابني يلا هيدي روحي يا قلبي اجل ان شاء الله خليك المفروض يبقى كويس يعني المفروض دلوقتي تبقى تمام يعني اعطيه باص من هون اعطيه باص اعطيه باص اعطيه باص بيوجع كثير اعطيه باص رافي بيك كويس يا رافي كلنا بوسناه يلا بوسيه طب طبع لي طيب طبع لي شغلة كويس قلت انا من وقت مواعيد عليهم البنات وعيت هيك حس وجهي مش مزبوط حس هيك تعبان هو انت دايس تجيب الانفية عندك عرفت كيف؟ عايز مساج رفيال؟ لا بتعرف ليش مساج؟ تقتله ولا شنطه ولا شنطه رح تقتله ما هو شو خبى شو صار له؟ رفايل يلا اعطيه بوسه بس بوسه بس يا مدام ربنا يخليك نرفقك على تفضلي مدام على الباب احلى مدام في العالم هسه هسه ايه بشو لك ينسون؟ لا لا بشو ماي عسلامي يا رفايل حلقتنا لليلة انتهت بشكر متابعتكم وبدعيكم تلاقوني بعد شوي ببرايم مميز جدا ما تنسوا تصوتوا لحنان محمد سعد وشانتال باي باي خي قلبي موجوع معك فيها العين دموع عيونك بشكي همي خي وبي وامي اللي دمك من دمي من صغري بتحمل همي اخي قلبي موجوع ما عاد فيها العين دموع لعيونك بشكي همي اخي وبي وامي اللي دمك من دمي من صغري بتحمل همي سلامت طال السهر على البيت
بتحشوك ما له يمكن حبك يقتلني لكن ما في من يكشف سلامة قلبك يا قلبي يلي عندي بعد رضي.